الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاء على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوما عمين. حسبك. السؤال الثاني من قوله تعالى من سورة هود: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. حسبك. السؤال الثالث من سورة الروم قوله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الدنيا عيد الآية. عيد الآية. ذلك خير. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون وأولئك هم المضعفون وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون الله يبسط الرزق لمن يشاء الله الذي خلقكم ثم
رزق وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة فأولئك عند الله هم فأولئك وما آتيتم وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. حسبك. نعم نعم ndugu zangu katika imani wapenzi wa Qur'an wapenzi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunaendelea na mashindano yetu muda huu ni wa kugawa simu nane baada ya kupatikana washindi wawili wa simu muda huu ni wa kupata simu zingine nane kwa wale ndugu watazamaji wa mashindano haya ya Qur'an naomba utaratibu ufuatao uzingatiwe mpaka muda huu kwa wale waliochelewa tunao washindi wawili wa simu mshindi wa kwanza ameshapatikana wa pili a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حسبك. السؤال الثاني اقرأي من قول الله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب
استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين فلا تذكرون حسبك السؤال الثالث اقرئي من أول سورة التغابن بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير حسبك بارك الله فيك صدق الله العظيم
والآن ندعو المتسابقة نورة محمد أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقرأ برواية حفص عن عاصم. Anayekuja hivi sasa ni Nura Muhammad Ahmed kutoka nchini Marekani. Coming to the stage now is Nura Muhammad Ahmed from the United States of America. والآن مع المتسابقة من ولايات المتحدة نورا محمد أحمد. السؤال الأول: استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واقرأي من قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حسبك. السؤال الثاني: اقرأي من قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم حسبك السؤال الثالث اقرأي من قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل قبلك وإلى الله ترجع الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
نور. حسبك بارك الله فيك. من دولة روسيا الاتحادية ندعو المتسابقة شاعرة أشروفة وتقرأ برواية حفص عن عاصم. Msomaji aliyemaliza hivi sasa ni mwakilishi wa nchi ya Marekani Nura Mohamed Ahmed na anayefuata hivi sasa Abul Jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون حسبك السؤال الثاني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما انتبهي أعيدي
بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من كل دابة ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حسبك. السؤال الثالث والأخير، اقرأي من قوله سبحانه: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. انتبه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نشرك بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله
ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. حسبك، بارك الله فيك. بير واتكفوا وإسلام ألي ماليزا كسوما هفساسا نقرأ برواية حفص عن عاصم. بعد يا هبة عمر محمد atafata mshiriki nambari 9 mwakilishi wa Tanzania Sumaiya Shuaib Uthman. Next will be the representative of Tanzania Sumaiya Shuaib Uthman. السؤال الأول من قوله تعالى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئت تكم بآية من ربكم. عيدي. قد جئتكم ببينة من ربكم بكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن
الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقون. حسبك. السؤال الثاني من قوله تعالى: من أول سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. كتاب تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي خلق الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. يدبر الأمر. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرة جعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حسبك. السؤال الثالث قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج منها وهو وما يعرج فيها وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم حسبك حسبك أليماليزا كسوما هيفي كاريبوني الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستقر تودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون حسبك
السؤال الثاني، اقرأي قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. حسبك. السؤال الثالث، اقرأي من أول سورة سبأ. ارجل سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين
إنكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر ولا ولا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حسبك. صدق الله العظيم. هيو ني موكليشي وتنزانيا سمية شعيب عثمان. بقي متسابقتان المتسابقة من جمهورية مصر العربية سارة محمد مختار وتقرأ برواية حفص عن عاصم. مشيريكي أنا إفواتا هيفي ساسا ني سارة محمد مختار كتوكا انشي مصري ناي أنا سوما كو رواية يا حفص عن عاصم. والآن مع المتسابقة مع الجمهورية مصر سارة محمد مختار وتقرأ برواية حفص عن عاصم. بي 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 موجا يا مكمبوني ني بنك بكي يا كيسلام تنزانيا ambayo inaendesha miamala yake kwa kufuata sharia kwa 100%. السؤال الأول استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأي من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون بصيرا. يا أيها كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله ورسوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله
رسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين. حسبك يا ابنتي، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. حسبك. السؤال الثالث والأخير، اقرأي من قوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً
وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك حسبك وبارك الله فيك. والآن آخر القارئات والمتسابقات من المملكة العربية السعودية المتسابقة أمل علاء الدين من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إنما الآيات عند الله. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. قل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حسبك. السؤال الثاني، اقرأي من قول الله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما
ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاء أمرنا جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد حسبك السؤال الثالث اقرأي من قول الله تعالى إليه يرد علم الساعة إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقنا الإنسان ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. حسبك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء تعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. حسبك. السؤال الثاني، اقرأي من قوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج
ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر أعيدي تولج الليل في النهار يولج الليل في النهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد حسبك السؤال الثالث والأخير اقرأي من قوله تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. حسبك. المتسابقة الثانية من دولة الأردن، سندس سعيد محمد، وتقرأ برواية حفص عن عاصم. مشيريكي أنا إفواتا هفساسا ني سندس سعيد سيداوي كتوكا نشيني جوردن نا أنا سوما كوا رواية يا حفص عن عاصم. أنا عمري ومياكا إشيريني نميويلي. Na baada ya Sundus, atasoma Amina Yakhlif kutoka nchini Algeria. Satakra baada Sundus, Amina Yakhlif min Aljazair. Coming next after Sundus will be Amina Yakhlif from Algeria. واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. حسبك. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير حسبك اقرأي من بداية سورة الجاثية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماء والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين حسبك المتسابقة الثالثة
القارئة آمنة يخلف من دولة الجزائر وتقرأ برواية الإمام ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق بقصر البدل وفتح ذات الياء. Mshiriki anayefuata hivi sasa ni Amina Yakhlif kutoka Algeria na anasoma kwa riwaya ya Warsh kutoka kwa Imam Nafia. Na atasoma baada ya Amina mshiriki Aya Muhammad Said kutoka nchini Yemen. Satakra baada Amina Aya minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. حسبك. شيخ عبد الله يتعملها شفت. السؤال الثالث. Hadhira tunaomba utulivu. Hadhira tafadhalini kina mama tunaomba utulivu. Tunaomba utulivu. Wale wanaogawa miavuli tafadhalini sana tunaomba utulivu. Wa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kina mama, kina baba tunaomba utulivu. Tunaombeni utulivu inshallah ili tuweze kuendelea na mashindano yetu na Mungu inshallah atakupeni baraka. السؤال الثالث. اقرأي قول الله تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو
الغني الحميد. حسبك.